انسى ليك أكلة بتذكرني بطفولتي وقتها كنا نروح عند تيتا على السعودية نجتمع كلنا مع بعض وتعملنا إياها. هاي الوصفة كتير كتير بسيطة، السر هو بالمكونات. وقت نستعمل الدجاج الإسباني لنعمل المرقة حتطلع طعمة المرقة كتير غنية وطيبة وحتعمل كل الفرق بهاي الوصفة. نستعمل رز، نوعين من الرز اللي حنقليه بشوية زبدة، بعدين شوي شوي حنضيف له مرقة الدجاج. أنا حطيت مكعب على فطر، بعدين ضفت باقي المرقة، حليب وشوية من الكرام وشوية ملح، وهي منضلنا عم نخلط الدجاج. حطيت له شوية زبدة سايحة وحمرته بالفرن مع شوية ملح، وهي هي وصفة كتير كتير هينة. أنا ضفت الجوسز تبع الدجاج مع كل النكهات تبع الدجاج الإسباني وقدمتهم بهالطريقة. أول ما دقت لقمة من السليق حسيت تذكرت ذكريات الطفولة. وإنتو شو الأكل اللي بتذكركم بطفولتكم؟